حشوات، او كاب باب كبس وباب حشوات. الكبس والتجليد دي حاجة واحدة، هنشرح مع بعض النهاردة الباب الحشوات هرسمه شكله ايه والتفاصيل بتاعته ايه. يعني مثلا لو انا عندي باب بالمنظر ده كده، مكونات الباب ايه عشان نبقى عارفين برضو احنا بنرسم ايه. مكونات الباب عندي حاجة اسمها بر، عندي حلق، عندي الضلفة نفسها. يبقى بر حلق الضلفة. البر اللي هو قطاع الخشب اللي بيداري علاقة الحلق بالحيطة، ده البر، ده اسمه البر. هنعمله لكم مع بعض دلوقتي كده، هنشرحه واحدة واحدة مع بعض. يبقى احنا عندنا دلوقتي كده يا جماعة، بصوا هنلاقي ايه، ده البر هيبان معايا بالشكل ده كده، وبتلاقي العلاقة بتاعته دي، دي الزاوية او زاوية 45 اللي هي دي. اي باب بيبان معانا كده اللي هي دي، اللي هي دي، تمام. بعد كده بيبان ايه، بيبان حتة من الحلق، وارد ووارد تبقى ورا. يعني لو دي الحيطة ودي الحيطة ودي البر، ادي بر وراس البر اللي فوق دي، هنلاقي ان الحلق مثلا ممكن يظهر معانا كده. حتة منه صغيرة خالص. مثلا كده. نصغرها كمان شوية. ده الحلق اللي هو باقي الحلق هتلاقيه ورا المحارة بقى اللي هي بتركب بكنات. هتلاقي عندي مثلا في هنا كنة بعد 50 سنتي، حاجة اسمها كنة، حتة حديد بنركبها في الحيطة، تمام كده. هتلاقي في النص هنا في واحدة تاني، هتلاقي في الآخر فوق هنا في واحدة تاني، هتلاقي هنا في برضه فوق في الراس فيه، بيبقى شكلها عامل كده شبه حرف يو حديد. دي الكانة. بعد كده هتلاقي ايه بقى، هتلاقي حاجة اسمها راس سفلية اللي هي دي. طب وبعدين هتلاقي راس وسط، الراس الوسط بتبقى ارتفاعها من 90 لمتر اللي هي دي، وبيبقى 12 سنتي بس، انما السفلية بتبقى 15 سنتي، كبيرة شوية. الوسط والعلوية نفس المقاس. وبنلاقي قايم يمين نفس مقاس الراسين اهو، قايم يمين وقايم شمال. الحشوات طبعا بتختلف بقى ايه حسب الزخارف، وانا بتكلم على الفكرة، احنا بنشرح دلوقتي الفكرة. انما الحشوات عامة، في واحد في باب بيبقى 3 حشوات، في واحد حشوتين، في واحد الحشوة فيها دوران، واحد الحشوة ما فيهاش. كل دي انواع او افكار للشكل، انما المبدا واحد او الطريقه واحده، بيبقى بالشكل ده كده. يبقى قايم يمين وقايم شمال، راس علويه، راس وسطى، راس سفليه، علاقتهم ببعض ايه بقى؟ طب احنا العلاقه المظبوطه بتاعتهم هنمسح ده. العلاقه يبقى القايم ده هو اللي هيمشي طوالي، ده العلاقه الصح. على طول اهو هيمشي على طول كده، ويبتدي نقر ولسان بقى، الوصله النقر واللسان. ونفس الحكاية هنا، القايم ده هيمشي على طول، ووصلات نقر ولسان في التلات رؤوس. امسح ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده.
هنبتدي نتقل شويه على شكل الباب. هتلاقي ان هنا ده الخط، ده خط الارض اهو، هتلاقي دي الراس الاولانيه اهي، الراس الثانيه اهي، هتلاقي الراس الثالثه اهي، هتلاقي القايم ده، ده قطعه واحده لحد تحت اهو، هتلاقي القايم التاني ده جاي قطعه واحده لحد تحت برضو اهو. هتلاقي العلاقات بقى ايه، لو هنرسم العلاقه الاولانيه دي، الوصله الاولانيه دي، هتلاقي في لسان هنا، ده جاي داخل هنا كده، نقر ولسان، نفس الحكايه هنا، نفس الحكايه هنا. فهيبقى ده شكل الباب من بره. طبعا ده المفروض هيبان نقط وده هيبان نقط، يعني المفروض نعمل هنا كده، نعمل هنا كده. طيب هنيجي نعمل قطاع في البابين دول، هنقول ان دي حشوه بقى مثلا، ادي حشوه اهي مهرمه كده بنفس الشكل ده كده مثلا اهي. هنيجي نعمل قطاع افقي وقطاع راسي، ماشي. هنيجي نقطع مثلا هنا وهنشوف احنا شايفين ايه. نبص تحت وهنقطع هنا ونشوف احنا شايفين ايه، ونبص الناحية دي. طيب على طول هنعمل ايه بقى، هنروح جايبين كده المسطرة، نثبت المسطرة تحت كده ونعمل القطاع ده كده، العمودية اهي بالمنظر ده كده. طيب واروح نازل باسقاطات بقى، هي الورقة مش هتساعد شوية بس هنحاول. انا هنزل اسقاط ازاي اهو، هنعمل الاول سمك الحيطة الاول اهي مثلا. احنا كنا اتكلمنا على الثلاث مساقط دي، واجهة امامية الفيجن اللي هو بتاع الباب اللي احنا شفناه ده، اللي احنا رسمناه دلوقتي ده كده، انا شايفه من قدام اهو. هبص هقطع وابص، هعمل قطاع وابص، فسمك الحيطة اهي، هتلاقي البر هيظهر معايا هنا اهو، دي بداية البر، هتلاقي حتة من الحل هتظهر معايا هنا، هتلاقي القايم الاولاني هيظهر معايا هنا، هتلاقي الحتة العالية اوي دي هتظهر معايا هنا، هتلاقي القايم التاني اهو، هتلاقي بداية الحلق اهو، هتلاقي قيمة البر اهو، والكنات، نهاية الكنة دي برضو نعملها اهي، ونهاية الكنة اهي. كل النقط بنزلها كده بالشكل ده، مفيهاش حاجة، سهلة خالص اهي. هاجي اشوف الاشكال شكلها ايه بقى، الكنة دي هيبقى شكلها عامل ازاي مثلا. البر هيبقى من الناحية دي بس، من ناحيتين بس، سوري مش من جوه، يعني البر هيمشي كده، نهاية البر اهو هيقفل بالشكل ده. نفس الحكاية هنا، هيبان هنا كده ويقفل. ده الحلق بقى اللي هو فيه الافريز، اللي فيه الافريز بتاع الباب نفسه، سمك الضلفة، الافريز هيبان لي هنا كده مثلا. يبقى هنمسح دي كده، مش موجود كل ده، هتلاقي سوري مثلا العكس، هتلاقي الباب كله في الحته دي اللي هي قيمه الافريز بس. يبقى ده الباب اللي هو القيمه بتاعته اهي. هنمسح كل اللي قدام ده عشان ده ما فيهوش حاجه، مش هنعوز كل ده، مش هعوزه اهو، همسح ده. هتلاقي ده سمك الباب الخمسة سنتي، هو ده سمك الباب الخمسة سنتي اللي احنا شفناه. طيب هنبتدي نعمل ايه، قلنا الاسقاط الاولاني ده بتاع القايم اللي هو جاي نقر ولسان بتاع الحشوة اهي، وهتلاقيها برضو جاية في القايم اللي بعديه. بص عاملة ازاي، وادي القايمة اهو، وادي الحلق،
كده المسقط بتاعنا هيبقى بالمنظر ده. هنيجي هنا بس نعمل السمك بتاع البر او العلاقة اللي بين البر والحلق. هنيجي هنا نعمل برضو علاقة البر مع الحلق اهي. هنيجي نعمل الحلق مع الحيطة. سوري يا جماعة. هنا هنمسح بس الحتة اللي جوه دي مش موجودة اهي. هيبقى بالمنظر ده كده. هنيجي هنا تعمل الكنة وادي كنة. ممكن نعمل هنا تهشيش كده عشان يبان ان دي الحيطة اللي احنا قاطعين فيها. وهنا تهشيرة اهي. هيبقى الشكل ده كده. ده مسقط او ده قطاع اللي هو ايه ده قطاع افقي. قطعنا كده وبصينا كده شفنا الكلام ده اللي هو الحلق والايمين والراس اللي هي قطعنا فيها شو ده كله اهو المنظر ده كده. طب هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنيجي نعمل قطاع رأسي اللي هو ده. وهنبص كده بي بي مثلا قطاع اهو. هنعمل ايه؟ هنهرب افقي بقى. احنا هربنا المرة اللي فاتت رأسي. هنعمل ايه؟ هاجي هنا ههرب الراس الاولانية اهي. وهنهرب اخر حاجة. نحدد القطاع هيبقى في حدود ايه بس. هنيجي هنا السمك بتاع الحيطة ده همشي بيه هنا لحد ما يقفل معايا هنا. وهمشي هنا لحد ما يقفل معايا هنا. هجيب زاوية 45 اهو. نحاول نظبط الزاوية بس اهو كده. كده. وبعدين هبتدي همشي بسمك الحيطة هنا وهمشي بسمك الحيطة هنا. قفلت معايا هنا وهنا. هبتدي اطلع كده. هبتدي اطلع كده اهي. انا عايز النقطتين دول بس اللي هما بداية ونهاية القطاع بتاعي اللي هو سمك الباب. ده كده سمك الحيطة نفسها يا جماعة اهو. هنمسح ده اللي بره ونمسح ده. طيب سمك الباب. هات سمك الباب كده. شايفين الحتة دي؟ هنهربها كده. هيدينا نقطتين. النقطة دي على جايين هنا كده طالعين بيها لفوق. ده سمك الباب. طيب الراس الأولانية اهي. الراس الوسطى اهي. الراس العلوية اهي. بدايتها وادي نهايتها. وده بر اللي هو الحتة الأخيرة ده بر. هنطلع بيها كده واقفل كده. ده بر. هاجي هنا واروح قافل سمك البر كله كده. تمام. هنيجي نعمل ايه بقى؟ هناخد الاكس بتاع السنتر ده نحط نقطة هنا. وعكس النقطة دي نحطها هنا. هبتدي اعمل حشوات وعلاقتها بقى. يعني ايه؟ هنا في نقر ولسان هنا اهو. وبعدين هطلع